النهارده طبعا بقى احنا كل يعني الايام دي خلاص يعني مفيش كلام غير عن الاهلي في مباراته طبعا لابوقير للاسماده. اي مباراه جايه مهمه ان شاء الله لحين مباراة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي في كاس مصر. برضو الأهلي بيستعد، وبيتسو موسيماني النهاردة المدير الفني للأهلي عمل محاضرة نظرية مطولة مع اللعيبة كلهم قبل ما التمرين يبدأ. المحاضرة كان فيها كلام عن الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير يوم السبت، بالإضافة أيضا للحديث عن الوحدات التدريبية اللي بيخضع أو هيخضع ليها اللعيبة في التمرين. موسيماني عمل تقسيمة قوية كمان للعيبة في ختام المران الجماعي، ويمكن كان حريص جدا على انه يوجه العديد من التعليمات الفنيه للعيبه اثناء التقسيمه دي اللي شارك فيها تقريبا كلهم يعني كل اللعيبه الحمد لله بشكل كويس جدا. شايفين كمان في الصوره عمرو السوليه بيشارك طبعا، يعني كان متغيب طبعا عن مباراه المنتخب بسبب الانذار الثاني، لكن زي ما بقول النادي الاهلي يعني عندنا كمان اللعيب، بعض اللعيبه بترجع بقى للمعسكر، يعني ان شاء الله علي معلول يعود، كل الناس بتستعد بشكل قوي جدا. يمكن كمان الايقاف اللي كان عن عمرو السوليه، هو عمرو السوليه يمكن مش هقول الرب يعني هو كان محتاج فتره عشان كمان موضوع الاستشفاء يتم بشكل اكتر من رائع. النهارده بينضم للتدريب، وزي ما قلت لكم دايما موسيماني محضر، يعني خلاص كل الارتباطات الدوليه انتهت الحمد لله بشكل اكتر من رائع.